اليوم هو اليوم الموت، هو اليوم المعهود. اليوم سوف نلعب كرانا. اوكي، اصلا الفيديو ده ما ينزلش يا جماعة، بشيل كده كرسي. حبيبي اللي بتخافوا من كرانا اطلعوا، خاف انا. اني مش مرعوب بس ناسي شوية دلوقتي، مرعوب. ايش الدبدوب الكريسماس ده؟ خلاص خلاص، مش اني بحتاج سكرين شوت، يسيبوا نفسي نفسي من الربيع واشتري مايك. انت كنت تقريبا فيديو كل الرويال، فك الحبكة عليه. الفيديو ده بيتصور يوم 12 يناير، يعني انا طولت عليكم كتير. الصعوبة الاكستريم، شفتوا؟ انا كنت بجيب ايش ميك ومش حلها مرة جود لك، جود لك. اعتبروا الايزي طبعا. انا بدي افكر اني كتير، يعني مش كتير، يعني لعبة كل مرة في دوفين. تصور اول مرة ننقب حياتي.
من الجد الشريرة. على فكرة الأدوات بتتغير أما تنهزم من المكان، والأدوات اللي فيها بتقع مش بتقع مش كرني أول محترف يعني. أرجع أعمل فيديو كمان شوية ولا حاجة، بس يبقى في تكنولوجيا بقى هذي كتير. اعلان اوكي هعمل الجزء التاني وهكمله، فبس اشوفكم في الجزء التاني. سلام.